كابتن اسلام، يعني بطوله غاليه جدا، واعتقد يعني بشكل خاص البطوله غاليه عليك، بطوله في ظروف صعبه، بدايه موسم، لكن اعتقد كنت قد المسؤوليه وعملت بطوله كبيره جدا. الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا اول حاجه، وثانيا بشكر اللعيبه الرجاله دي ومجلس الاداره كله واقفين في ظهرنا من اول يوم، حسونا فعلا انهم يعني ان هم في ظهرنا من يعني من اصغر حاجه لاكبر حاجه طول البطوله، والحمد لله ان احنا قدرنا نسعد جماهير النادي الاهلي والوطن العربي كله، والحمد لله رب العالمين، ونهدي جماهير النادي الاهلي البطوله دي الحمد لله. كنتوا بتلعبوا بره مصر لكن الجمهور كله كان معاكم، كان امبارح كان كل جمهور النادي الاهلي متابعكم في كل وسائل التواصل الاجتماعي بيتفرج على المباراه معاكم ثانيه بثانيه، يعني استقبلتوا دعم الجمهور ازاي هناك؟ مش غريبه، جمهور النادي الاهلي على طول في ظهرنا، وعلى طول ان شاء الله نقدر نفرحه، وان شاء الله نوعده ان شاء الله ان يعني بطولات كتير داخله النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله. استقبلتوا ازاي تهنئه كابتن محمود الخطيب فور انتهاء المباراه امبارح؟ طبعا حاجه تسعدنا جدا اللعيبه، ان التهنئه من مجلس الاداره ومن كابتن محمود الخطيب دي حاجه كبيره جدا لينا، وعلى طول بتحسسنا ان احنا علينا مسؤوليه اكبر، وان شاء الله يعني الجايه بخير ان شاء الله.